تاني مرة وتعطيني رسالة. بشكر دكتورة وفاء على الكلام الجميل ده في الأول علينا، تمام؟ فهنبدأ السيشن بتاعتنا عشان ما أطولش عليكم. طيب أول حاجة كده، لازم نكون أول حاجة قبل ما ناخد أي كورسات ونفكر في أي دبلومات وأي ماستر، لازم نكون فخورين أول حاجة إن إحنا أخصائيين تمريض. أي انترفيو هطرحوه، أنت كلية إيه؟ أنا كلية تمريض. لو أنا مش فخور بالكلية دي مش هنجح في أي انترفيو. زميل ليا كان رايح يقدم على انفكشن كنترول أوفيسر، الكلام ده أعلى من أخصائي شوية، بتقول له أنت كلية إيه؟ قال لها كلية تمريض. قالت له لا لا لا، البوزيشن ده لازم حد من الطب. جاب لها التكست بوك، قال لها على فكرة ده التكست بوك بتاع الإيدك بتاع الانفكشن كنترول طالب نيرسينج، تمام؟ التشيك ليست بتاعت بره بتاعت أمريكا طالب نيرسينج، بالذات عامل كده، تمام؟ فلازم أول حاجة يكون عندك ثقة بنفسك وبالكلية اللي أنت هتتخرج منها، خلاص؟ حاجات كتيرة يعني، لما باجي حد يقول لي انت خدتي انفكشن كنترول، انت مش حابه التمريض اصلا، تمام، انت بعدتي عن المجال وبقيتي مرتاحه بقى وي وي وي، لا لا خالص، مش كده. انا مش عايزه اطور من نفسي، بقى مش حابه التمريض. هل لو حد من طب خد كواليتي او انفكشن كنترول مش حابب الطب؟ لا، هو عايز يطور من نفسه، عايز يبقى في بوزيشن احسن، بوزيشن اريح، تمام. فاهم حاجه عندي ان انا اكون مقتنع بالمهنه الاساسيه بتاعتي، حب ما تعمل حتى تعمل ما طيب، خلاص؟ طيب هنتكلم دلوقتي، هنقسم الديجريز بتاعتنا الاكاديميك، خلاص؟ وبروفيشنال ديجري، حاجات اكاديميه وحاجات مهنيه. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ الماستر الاكاديمي ده ممكن ادرس بيه هنا في الجامعه، هيفيدني في شغلي، هيفيدني في ان انا ادرس بعد كده في جامعه خاصه او جامعه حكوميه ايا كان. انما البروفيشنال ديجري دي بتفيدني في شغلي بس، بتلاقيني في شغلي بس، خلاص؟ طيب هنتكلم على حاجه، عندنا الماستر وعندي الدبلوم، تمام. طيب لما اجي اختار الماجستير، هو مش ماجستير وخلاص، لازم اشوف انا بحب ايه، صح؟ ما انا دخلت كليه تمريض، درست كل البرانشز، اشوف انا بحب ايه وحبيت انهي برانش وابدا ان انا اشتغل على نفسي فيه. في ناس بتحب الاطفال، انا بحب الاطفال جدا عشان كنت شغاله حضانات فاخترت الاطفال، تمام. في ناس لا، شايفه نفسها بوزيشن اداري فاختار نيرسينج ادمنستريشن، تمام. فأهم حاجة قبل ما أقول أنا هعمل ماستر، لازم الأول أشوف أنا البرانش اللي أنا حباه إيه، خلاص؟ وبعد كده هبدأ فيه، تمام؟ طيب بعد كده عندي الدبلومات، عندي هنا في الكلية كل الدبلومات، عشان في ناس كتير جدا بتيجي تسألني أنا هحضر أحضر فين؟ وأحضر فين؟ هنا الكلية فيها كل الدبلومات اللي أنتوا هتحتاجوها، وده أفضل مكان وأكتر مكان ثقة ممكن إن إحنا ناخد بيه شهادة معتمدة. سيبكوا بقى من كل الاعلانات اللي بتجيبها على الفيسبوك، انا هديك دبلومه في 3 شهور وهديك في شهرين ومعتمده من عين شمس ومن جامعه معرفش ايه ويفوحك بعيد كده، لا. اكتر مكان ثقه ان انت تاخد منه دبلومه هيكون من الجامعه، تمام؟ طيب ده بالنسبه للحاجات الاكاديميه. طيب البروفيشنال ديجري، الشهادات المهنيه، عندي برضو ماستر مهني، عندي الزماله المصريه، تمام؟ عندي تاني حاجة الدبلومات المهنية اللي هي تبع النقابات، تمام؟ رابع حاجة عندي البورد الأمريكي. طيب أول حاجة عندي الزمالة، الزمالة عندنا متاح هنا أكتر من برانش. أول حاجة عندي زمالة الأطفال وحديث الولادة، زمالة الإنفكشن كنترول، زمالة المعلومات الصحية، زمالة المعلومات دي بتكون 3 سنين، تمام؟ هي ميزتها انها 3 سنين بس، تمام؟ يعني مش هتقعد بقى بعدها حاجه، هي 3 سنين محددين هتخلص فيهم غير الماجستير. الماجستير ممكن تخلص ترماتك في ترمين وثلاثه والرساله تطول معاك شويه، انما الزماله 3 سنين، السنه تقريبا 6000 السنه. ده بتطلع منها اخصائي في المجال ده. في مجال كويس قوي في الزماله اسمه اخصائي اروائي قلبي، ودي انا شايفها برانش مهم جدا، مطلوب جدا بره وبره مصر وداخل مصر. العائد المادي بتاعها كويس جدا جدا، تمام. شغلها مريح جدا جدا برضه. انا زميلي يا مستر احمد شوقي، تمام، شغال دلوقتي في زماله الرؤيه القلبي، هو بيشغل بالعمليه حاليا، تمام.
مرتاح فيها، مطلوب بره كتير جدا، الاوفرز عليه كتيره جدا. فبالنسبه لزمالة الرياضه القلب انا شايفاها حاجه كويسه بالنسبه حتى كمان للشباب. طيب بعد كده عندي بالنسبه لزمالة وكبح العدو برضو 3 سنين، ودي بتطلع منها برضو اخصائي خلاص، مطلوبه جدا بره مصر خصوصا في السعوديه والامارات، الكلام ده مطلوبه جدا. نفس السعر 6000 برضو 3 سنين، برضو كويسه جدا. طيب الحاجات دي بتطول شويه، يعني 3 سنين كتير برضو. عندك بعد كده اللي بعدها على طول الدبلومه، دبلومه الانفكشن كنترول، موجوده هنا في الكليه. الانفكشن كنترول موجوده عندكم في النقابات زي نقابه التمريض ونقابه الاطباء العرب، كويسه جدا خلاص. طيب ايه الاحسن؟ الاحسن كمحتوى تمام، واللي بعتبرها كويسه جدا هي طبعا نقابه الاطباء العرب خلاص. دي كويسه جدا، تعتبر مسافه الماجستير هي سنه ونص، وكويسه جدا وهيستفيدوا منها جدا جدا، ومطلوبه بالاسم في مستشفيات القاهره خلاص. طيب بعد كده عندي البورد الامريكي. البورد الامريكي ده عامل بابا للناس كلها، وكل الناس دلوقتي بقت واخداه اللي هو تعالى انا هحضرك في شهرين البورد وهتجتاز البورد من اول مره تمام، وكله يعني الناس بتضحك عليه خلاص. احنا 4 سنين دارسين نيرسينج. الانفكشن كنترول عباره عن 3 تكست بوك، 123 شابتر بتدرسوهم، مايكرو احصاء كواليتي 40 انفكشوس ديزيز. لا المجال كبير، ان حد يقول لك ان هو يجهزك في شهرين او 3 ده بيضحك عليك خلاص. فنشوف نبص على المنهج الاول، نشوف الحاجات اللي احنا هندرسها خلاص. هي حاجات معظمها واخدينها، بس طريقه اسئله الامتحان بتبقى مختلفه شويه، فمع المذاكره لازم ان احنا نحل امتحان. طيب البورد الامريكي ده فائدته ايه؟ فائدته ان احنا اول حاجه معترف بيه على مستوى العالم، لو رحت في اي حته في الدنيا معترف بالبورد الامريكي ده، فتطلع منه اخصائي مكافحه عدوى. طيب او اخصائي جوده تمام، يبقى انا عندي اخصائي مكافحه عدوى او اخصائي جوده اسمه السي بي اتش كيو او السيبك او السي اي سي تمام، ده البورد الامريكي. طيب ابدا احضره ازاي؟ في طبعا كورسات كتير. طيب قبل ما احضر الكورس لازم اسال الاول الناس اللي قبلي حضرت في المكان ده، هل المكان ده كويس او مش كويس، وابدا اسال عن مكانه والناس، هل انت لما طلعت نجحت منه ولا لا خلاص. طيب البورد اللي عندي كده الفيس بتاعته 375 دولار، بيتجدد كل 5 سنين، مفيش شهاده بره مصر تفضل مستمره معاك مدى الحياه، لازم هتجددها كل فتره. يبقى عندي البورد الامريكي بيتجدد عندي كل 5 سنين، البورد الامريكي بتاعي الكواليتي بيتجدد كل 2 سنين تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الحاجتين، الاكاديميك ديجري والبروفيشنال ديجري خلاص. في حاجه مش واضحه؟ حد عايز يسال عن حاجه؟ تمام. طيب ناس كتير قوي بتيجي تسالني يا مس سهير انا عايزه اخد اي حاجه عشان اطلع من مجال التمريض المقرف ده، انا تعبت الصراحه، انا الصراحه الشخصيات دي ما بردش عليها تمام، لان احنا زي ما قلنا في الاول خلاص لازم نكون مقتنعين بالايه؟ بالمهنه بتاعتنا خلاص؟ طيب احنا عرفنا دلوقتي الشهادات صح؟ عرفنا الشهادات اللي احنا هناخدها. طيب اول حاجه لما اختار ان انا لازم اعمل ايه؟ الاول اختار هل انا هفضل في مجال النيرسينج؟ هل انا حابب مجال النيرسينج هكمل فيه؟ ولا هطلع بره المجال ده؟ بعد ما احدد طريق من الاثنين هبدا اختار اللي انا هاخده على حسب اللي احنا قلناه ايه؟ قبل كده. طيب في ناس تقول لك انا عايزه اخد كورسات ان انا انمي نفسي، انا مش عايزه اخد شهاده معينه عشان اترقى، لا انا عايزه اخد مثلا كورس في الانفكشن كنترول او الكواليتي عشان لما اجي اشتغل محدش يعلق على شغلي تمام. الكورسات دي موجوده كتير جدا تمام في اماكن كتير، بل انا ممكن حاجه مش واضحه في ناس بتتكلم. في حد عنده سؤال؟ تمام. في ناس تحب تاخد الكورسات تطوير لنفسها تمام، بحيث ان انا حد يجي يمر عليا، حد يجي يعلق على شغل انا عامله كل حاجه صح. الكورسات دي كتيره ومش محتاجه ان انت تاخد شهاده بروفيشنال او معتمده عشان اقدر اشتغل، لا دي حاجه بتكون ليك انت تمام. يبقى احنا قلنا اتكلمنا عن الكورسز تمام، اتكلمنا عن الماستر والاكاديميك ديجري عامه، واتكلمنا عن البروفيشنال ديجري من الزماله والبورد والدبلومات. حد عايز يستفسر عن حاجه؟ حد عايز يسال عن حاجه؟ طيب بالنسبه للسفر بره مصر دلوقتي احنا عندنا 3 طرق خلاص؟ عندي اول حاجه للدول العربيه، ظهر اخر سنه دي سفر لالمانيا والسفر لانجلترا تمام؟
طبعا انا قلت لك من زمايلي دفعتي، انا شخصيا سافروا في هما في المانيا دلوقتي، ربنا يوفقهم وعقبال يقعوا ان شاء الله الحقهم. تمام. طيب بالنسبه للسفر لانجلترا او المانيا 70% من انت تخلص فضاضه اللغه. تمام. بالنسبه للالماني تاخد تدرس الماني في اي سنتر لازم توصل لليفل معين. ايه هو الليفل ده؟ اللي هو الدي اي اللي هو تقريبا بتكون درست 6 ليفل من اللغه. تمتحن فين؟ عشان ما حدش برضه يقعد يقول لك امتحن هنا وهنا، هو معهد بس اللي معتمد هنا في مصر، معهد جوته ده اللي انت بتمتحن فيه. تمام؟ معهد جوته في القاهره. خلاص؟ يبقى انا 70% عشان اوصل المانيا لازم اهم حاجه عندي طالما خدت اللغه دي اهم خطوه. تمام؟ بعد كده عندي كل خطوات البنك، توثيق ورق وفلوس، بيطلبوا بنك ستيتمنت تقريبا 100,000. خلاص؟ يبقى اصعب خطوتين 40,000. المانيا 40,000. ماكسيموم في حتى تقريبا 2000 يورو. لازم باليورو. لازم يورو. لازم يورو. ويكون الحساب مفتوح بقاله سنه. صح. يبقى احنا عشان نسافر في المانيا اهم خطوتين عندي اهو. تمام. اول حاجه الالماني يوصل بي اي. تمام. وامتحن في جوته مش اي معهد تاني عشان ما حدش يضحك عليكم. تاني حاجه الصعبه البنك ستيتمنت اللي هو المستر بيقول عليه 40,000 جنيه بما يعادل 2000 يورو. لازم الحساب يكون مفتوح لمده سنه في سحر وايداع وحركات عشان بيقعدوا يعملوا استفسارات وجبت الفلوس دي منين وحطيتها منين وشغل عادي. في ناس بيحطوها قبل السفر بشهر واول ما اول ما يجي لهم الفيزا بيسحبوها تاني وشكرا على كده. ايوه فهو مصري معلش مصريين يا خلاص. يبقى قلنا اول حاجه ايه؟ الالماني ان انا اخد اللغات دي. قلنا الامتحان فين؟ ثاني حاجه بالنسبه لانجلترا عملوا امتحان ظريف كده حلو لذوذ اسمه الاو اي تي الانترناشونال انجلش تيست. خلاص ده غير الاي تي بس يوكي بس انترناشونال انجلش اليوكي بس بقولك هو هنا بس بقولهم من انجلترا. تمام. عشان اسافر انجلترا عملوا اوكيوبيشنال انجلش تيست. يعني ايه؟ يعني امتحان انجليزي خاص بالبرنس بتاعي بس، هتلاقي كل السيتويشن وكل المحادثات وكل حاجه خاصه بالنيرسنج وخاصه بالجزء الميديكال، وده بيسهل علينا كتير جدا غير امتحان الايلتس العادي بتلاقي كلمات مش سهل. في ناس عندهم من اول مره الايلتس اسهل؟ لا لوتي لوتي اسهل لوتي وبعد منه الطيب. تمام. بس هما دايما بره بيكتبوا ايلتس. تمام. وبعد كده الاو اي تي. فهناخد الاو اي تي ده عباره عن ايه؟ بياخد كذا فرنش بيمتحنك في الرايتنج السبيكنج الليسننج. تمام. زي الايلتس بالظبط بس هو مستر هو شغال في المجال بتاع الميديكال بس هتلاقي مصطلحات طبيه كتير جدا وده بيكون بالنسبه لنا اسهل من الايلتس العادي ان احنا هنبقى عارفين نمشي فيه اكتر من امتحان الايلتس. تمام. طبعا مطلوب فيه سكورز وفي دلوقتي برضه كورسات كتيره جدا بتديه وفيديوهات وبرانشات فانتوا عايزين اي حاجه معاكم يعني كل حاجه دي. خلاص. بعد كده برضه خطوه توثيق الورق والبنك ستيتمنت. السفر لالمانيا او انجلترا مطلوب حاجتين بنك ستيتمنت ولغه خلصناهم خلاص انا كده هقدر ان انا اسافر وتوثيق الورق والحاجات دي مش حاجات صعبه يعني بيقدروا يخلصوها بكل سهوله وده بيكون اسهل للشباب. طيب اقدر احضر امتى؟ بالنسبه لموضوع المانيا والانجلترا انا دايما لما حد بيسالني اقول له استغل فتره الامتياز دي في تحضير نفسك ما تضيعش سنه الامتياز دي هباء. تمام. يبقى هنبدا نحضر نفسنا بالنسبه للولاد هي طبعا هتتجوز وحياتها. بالنسبه للشباب هنبدا نجهز نفسنا من سنه الامتياز بحيث ان يكون عندي فتره ان انا ادرس اللغه دي كويس ان انا اعدي الامتحان من اول مره هنقفله في الدفعه فعشان اعدي من اول مره. بالنسبه للدول العربيه ودي اغلب ما تسافرها كامن وكده وحشه؟ لا انا عايزه اروح دبي. دهب؟ لا مش سهل بس يا ابني بقى. طيب بالنسبه للدول العربيه خلاص لازم امتحن امتحان المعادله. تمام. لازم اخد المزاوله المهنه بتاعت البلد اللي انا رايحه اسمها بروليمبيك عندي بروليمبيك سعودي وعماني وقطري ودبي بقى ليها ثلاث امتحانات بقى يعني الامارات ليها ثلاث امتحانات واحد بتاع ابو ظبي دهب ودبي والامارات بتاع وزاره الصحه القطري وعندنا العماني. يبقى انا اي دوله هروحها لازم الاول اعمل ايه؟ معادله للشهاده بتاعتي. ده عباره عن ايه؟ عباره عن امتحان اونلاين بحجزه هنا في مصر بمتحن في شركه ايميديس في القاهره او اسكندريه. تمام؟ تكلفه الامتحان انا حجزت ب 4,500
حجزت بنفسي طبعا، بس الشركه بتضحك عليا. 4000 ونص بتاع الايجارات بيوصل ل 10 12000 جنيه. خلاص طيب اعمل بريبريشن نفسي ازاي بقى؟ انا اخد تجربه الامتحان طبعا. الناس كلها كانت متعوده سيستم الاسئله واحد، تمام. انا اكتشفت ان طريقه المذاكره دي غلط جدا. انا اقعد اذاكر في اسئله واقعد احفظ، تمام، وده هيجي لك نص الامتحان من الاسئله اللي بتحفظها دي. ورحت دخلت الامتحان بقيت كل سؤال وسؤال خلاص. اهم حاجه عندي تركيزه في دراستكم بتاعت الكليه بجد والله العظيم مهمه جدا جدا جدا. النيرسينج كير بلان والنيرسينج بريورتي والنيرسينج دايجنوزز والفارما اللي احنا مالهاش لازمه. احنا بناخد فارما ليه يا جماعه؟ لا الفارما مهمه جدا. انا جالي بتاع 20 سؤال في الفارما والدراج انتر اكشن، والمفروض المريض يحس بتحسن بعد قد ايه باستخدام العلاج. لا مهمه جدا، ركزوا في كل برانش، ركزوا في كل برانش بتاخدوه. طيب حاجه حاضر نفسي، ايه الحاجه اللي انا ممكن اذاكر منها؟ عندي كتب كتير جدا، بس اشهر يعني اشهر كتابين سوندر، تمام، ونتفليكس. خلاص او سيكريت انكريدبل ايزي، دي هتلاقيها موجوده على النت وموجوده في كل الدنيا. يبقى هنذاكر الكتابين دول البرانشز كلهم. بعد كده هنبدا نحل الامتحانات او نحل اسئله ونعود نفسنا على الاسئله. ما ابداش احل اسئله، تمام، وبعد كده اذاكر. انا اكتشفت ان الطريقه دي غلط، وانا اعتمدت على ناس بصراحه يعني ما كانش ينفع اعتمد عليهم. خلاص يبقى اول حاجه انا هذاكر البرانشز كلها، بعد كده هبدا ان انا احل اسئله، بعد كده هدخل الامتحان. تكلفه الامتحان زي ما قلنا من 4.5 ل 12000، تمام. من 4.5 ل 12000. الامتحان بيتجدد كل سنتين، يعني الرخصه بتاعتك بتتجدد كل سنتين، تمام. طيب نسب النجاح مختلفه، يعني مثلا زي نسب النجاح في الامارات 80%، في السعوديه 50%، عمان 60%. تبقى نفس الاسئله بنفس المحتوى بس نسب النجاح في كل بلد مختلفه عن الثانيه. طبعا السعوديه اقل واحده 50% لو جبناهم ان شاء الله دول. خلاص فده بالنسبه للسفر للدول العربيه، تمام. طيب في حد عنده اي سؤال احنا قلناه؟ طيب قبل ما اسافر دوله عربيه طبعا لازم اكون واخده هنا اكسبيرينس مش اقل من سنه عشان اقدر اقدم على الامتحان. يعني ما ينفعش اخلص وبعد كده اقول انا هقدم على الامتحان، لازم الاول اكسبيرينس مش اقل من سنه. عشان كده انا بقول السفر لالمانيا احسن، لان انا ممكن اسافر بعدها اعرف لو خلص استلم الشهاده واسافر. انما هنا لازم ان انا استنى دول عربيه، لازم استنى هنا سنه عشان اخد خبره سنه وبعد كده ابدا اشتغل. طيب انا مش عايزه اي حد يحبطكم ويقول لكم انتوا تمريض ومش هتقدروا توصلوا. لا وصلنا. انا عن نفسي وصلت لحاجه انا احبها جدا. مديري في القسم حد نيرسينج، هو مسك القسم. كان دايما الناس تقول انت هيسيبوا الدكاتره وهيبصوا لك انت. لا جه وبقى مدير القسم ووصل للكونسلتنت، تمام. دلوقتي بقى بيمر على المستشفيات بالزياره، بيروح يقول لهم انت عندكم بوينتس 1 2 3 كده زياره ويمشي. فاحنا نقدر نوصل الكواليتي اللي كل الوقت يقولها هو انت ازاي تبقى كواليتي وتشفي على الدكاتره وانت نيرسينج. لا ميس ايمان الدسوقي مريض كواليتي واخده جي سي اي وبيتحايلوا عليها تيجي تمسك المستشفى عشان هي حد فعلا اثبت كفاءته. فاللي هيثبت كفاءته واللي هيحب شغله واللي هيشتغل بضمير هيلاقي بعد كده كتير، هيلاقي بعد كده حياه كتير جدا. انا عن نفسي كنت حابه شغل الحضانه جدا ولحد الان بحبه جدا جدا جدا. بس انا شفت سهير بعد 5 سنين، هل هي سهير القوية النشيطة هتفضل بعد هي بعد 10 سنين بعد 35 سنة تفضل قادرة على نفس الوقفة دي؟ شفت نفسي بعد كام سنة؟ لا سهير ممكن ما تقدرش، ممكن نفسي تقدر، ممكن حد غيري يقدر. لا سهير لازم تطور من نفسها عشان تبقى حاجة أحسن في بوزيشن أريح، تمام؟ فكل واحد يبص لنفسه هو هيبقى فين بعد كده. الشغل بتاع التمريض حلو جدا لو أنت نظمت وقتك. خلاص لو انت بصيت على المريض كده ككير بلان هو محتاج ايه وعملت بريوريتي. شغل الرعايه وشغل الحضانات والعمليات هيحسسك ان انت في التوب. انت من غيرك فعلا المستشفى دي ملهاش، يعني مش هينفع تمشي من غيرك. انا كنت واقف في الحضانه الدكتور السر بيجي يمر، تمام. لا يا جماعه ده انا لو مريت مع التمريض احسن، ده هو اللي قاعد مع الحاله 24 ساعه. وكان بالفعل كان بياخد مني كل الهيستوري بتاع الحاله وحصل معاها ايه وما حصلش معاها ايه، ماشي على ميديكيشن ايه، تمام. فكان
ده كان بيمر معايا انا، عشان هو عارف ان انا اكتر حد اوير بالحاله، فما تخلوش حد يحبطكم بالثقه، الثقه قدامكم كبيره جدا. تمام؟ انا بفرح كل مره ان انا ببقى وسطكم هنا، تمام، لاني ببقى مستنياكم اشوفكم في الشغل معايا في المستشفيات. بحب دايما اتعامل مع التمريض، بحب اشرح لهم ديتيلز جدا، اللي ببقى عايزاهم احسن ناس، يمكن بتعامل معاهم في شغل شويه بس عايزاهم احسن من اي حد في المستشفى. يمكن انتوا هنا مستنيه عشان اديكم بوست في انرجي، بس انا بحس ان انا باخد الانرجي بتاعتي منكم انتوا، ان انا لازم امشي على الطريق اللي انا ماشي عليه عشان تاخدوا مني الطاقه وتعرفوا فعلا انتوا ممكن توصلوا وتقدروا توصلوا لحاجات كتير جدا. ما تخلوش حد يحبطكم زي ما قلت لكم قبل كده، وان شاء الله اشوفكم احسن مني بمراحل. انا خريجه من الكليه هنا ومبسوطه كل سنه ببقى موجوده هنا ومعاكم، وان شاء الله معاكم برضو السنه الجايه وحاجات تانيه احسن. حد عنده اي سؤال؟ حد يسال عن اي حاجه؟